نسيم وعباس وإيهاب. اوكي احكي بس لما ننسى نتابع مع مع عباس. عباس لا لا عم بحكي ان جنرال اليوم عم بحكيك عن شغله تانية. هلا اليوم بدي احكي عن شيء تاني عنك. العربي صار بالنسبه لي يعني انت كنت استاذه, انت الوحيد كنت عربي بالاكاديمية. انا بالنسبه لي انا مش مبسوط. لا رح اقول لك شو ما حبيت اليوم عباس. غنيت مبين اللي انا بحسه فيك على طول, بقول لك اياه بتجرب, بتبين لي انك عم تجرب. يعني انت زلمه مجتهد, انت بتجتهد واضح يعني طبعا. انك شغال على حالك ومنك مش جاي تتسلى هون, وانا واضح من عيونك من كيف توقف على المسرح كيف تحب تغني. بس اللي تعبك عم بيروح على الفاضي, يعني الافور عم تشده بالمغنى هيدي ما اقدرش انا بقى. ليش اخي طبقه بس فيك تخد ما فيك ما تشد القد فيك ما تشد. شديت كثير كثير شديت صار مخ... هيدي اعطيتيها لسعد هذيك من جمعتين وطار من ورا يمكن مره هالشغلات, لانه طرب يا اخي مش تاخده من هون, في له طريقه تاخده الطرب الشرقي بالمغنى معروفه. اخذته كثير من هون ما عربت كثير. انا اعطيتك اكزامبل مع مروان لانه انت اصلا بتعرف هالجمعه ما كان كثير ايه خففت بس بعد اوكي. الجريماس اللي بوجهك بعده في زعل, بعدك بتنام انت عم تخفى, انت عم تغني بتغشى انت وإيهاب. إيهاب هالمره اضبط شوي وعو قبل البرايم صحيت انا عملت رضا انت ايه. بس عباس تعبك الافر تبعك مش بمحله. يلا نغير دواء ايه بدك تغير تكنيكك ما تشد اسمع لي. هلا شوف إيهاب كيف مغنى بليز بوس بلاي. يلا هلا إيهاب صح؟ ليك شو مرتاح؟ محله ايوه إيهاب فولو. إيهاب برافو.
انا ما توقعت يطلع منك هيك شيء صراحه. هذا الشخص ما بيطلع هيك شيء منه يعني. بالنسبه لي يعني انجاز فظيع. من شغله صغيره بس عاطله بس ريسيت غلط محل وباقي كان كله حلو. عربك صح وما برافو ركوزه بامان حلوه ما كان حلوه وما في شد ما في هذا الشد اللي بيتعب اللي عم يحضر او اللي عم بيسمع. تعبتني معك عملت افور بس تعبتني هون عمل افور بس ما تعبني ما تعب. اللي عم بيسمع مرتاح. برافو ايهاب مبسوط منك برافو حلو 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 هيك واحد يشب لقدام يعني يكون قاعد ورا ناطر فجأة قبل اخر ريس بشوي بتلاقيه ناطر لقدام حلو بوس بلاي نسمع عمو نسيم لك. المهم انه في جمله انقلت صح والله كتر خيرك غمرتنا يعني عن جد كتر خيرك نسيم عن جد اخر الغنيه برافو ثانك يو لا نسيم من الاخر احكي لك اياها بلشت تزهقني عن جد بوصى لمحل عم بزهق منك بالمغنى يعني نطرتني كثير لاعطيتني شيء طيب بالاخر يعني اعطيني قبل اول شيء غلبت بالايقاع وميح وضعوا شباب معك اخرت بقفله بلا الفوت ما هي مسجله بس هي فلتانه لانه بس انه بدك تنتبه لها ولا محفوظه غني anyway منيح ما ضاعوا الشباب اللي معك انا بعتبر انه نسيم انك وقف محلك وبدي منك شيء طيب بدي اشوف شيء زياده مثلك مثل هيدي ما تتمرجوا علي بقى اثنيناتكم عندكم شيء كثير حلو عارفينه شو هو بس بدنا شيء جديد ما بدي ازهق بلشت ازهق يعني بارابور قفله بس عندك يعني 40 ثانية حلو وباقي كله في الزبالة واو تراش يعني تراش وبدون اندو زبالة وبدون اندو او ماي جاد اي بدون اندو ما في اندو يعني شيلها ديريت وخلاص ما بنسمع برافو في الزبالة ليك مشان نحط الترتيب على السريع رح اقول بهذا التريو عندنا احلى شيء هو ايهاب نمبر 2 انت ثالث شيء عباس انتبه انا بقيس على طول على اللي بتعملوه قبل وانتم شو ما بقيس يعني ما بقيسكم على بعضكم بقيس كل واحد شو بيعمل وبرتب ايهاب نمبر 1 انت نمبر 2 عباس نمبر 3 هلا عباس اوكي ما كثير هذا بعطيه يعني ما بدي لومه كثير كان مشغول بشرم الشيخ وكذا والطقس حلو شفتكم شو عم تعملوا برافو نيلكم بس ايهاب بدي اعطيك كمان بون بوين حلو لاعطيك على الضحكه اللي رسمتها على وجهك فور فظيع منك انه بدك تضطر يوم زيت وقت ترسم ضحكه مش مطلوبه منك هالقد بس انه يعني منيحه شو فكر فيه لا خيي لا ما بدها هالقد فكر فيه طيب هاجس يعني ست هاجس 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 الشراره هاجس الشراره طيب